يبقى راحة، راحة من مشاكل مختلفة الحياة، مشاكل. أنا راجع عشان أموت في أرض مصر وأدفن في بلدي. كانت هذه آخر كلمة للفنان المصري جميل راتب قبل أن يرحل عن عالمنا، حيث ودعت الساحة الفنية آخر عمالقة الزمن الجميل وأحد أهم صناع الدراما المصرية بعد صراع مرير مع المرض عن عمر يناهز 92 عاماً، قضاها في مسيرة فنية طويلة وحافلة، تاركاً خلفه إرثاً كبيراً من الأعمال الدرامية والسينمائية. عبقري السينما العربية، أو كما يحلو لعشاقه أن يلقبوه بشرير الشاشة الأنيق أو الإكسلانس، ولد في القاهرة في عام 1926، وكانت انطلاقته في عالم الفن عام 1946 في فيلم أنا الشرق، ومن بعدها توالت أعماله الفنية تتلو بعضها بعضا، محققة نجاحات كبيرة في الشارع المصري. وقفز به الفيلم العالمي لورنس العرب في عام 1962 مع النجم عمر الشريف إلى منصات السينما العالمية، حتى أنتجت له شركات فرنسية 7 أفلام. كانت حصيلته السينمائية تزخر ب 67 فيلما مصريا، بدأها بأنا الشرق في الأربعينيات الميلادية، واختتمها في العام 2012 في الفيلم الفرنسي سحابة في كوب ماء، ليرحل محققا المعادلة الفنية الصعبة التي جمعت بين التألق المحلي والعالمي.